اهلا بكم من جديد احبه المشاهدين. حقيقه المحور الاول لهذه الحلقه دائما ما نحكي عن وفاء اللاعبين لانديتهم، ونطالب انه اللاعب دائما يكون وفي للنادي اللي يلعب له ويحترم الفانيله اللي يرتديها، لانه بالمحصله النهائيه انه النادي صاحب فضل على اللاعب، لانه هو اللي يوصله للنجوميه، يوصله للشهره، يوصله اللي للمرحله اللي هو يريدها. لكن عندنا حالات مرات تكون استثنائية اللي هي تنكر الأندية للاعبيها. اليوم لاعب ممكن هو يخدم النادي كذا سنة أو كذا موسم، بعدين بأول إصابة أو أول يعني مشكلة تواجهه ممكن أنه الإدارة تتخلى عنه. اليوم عندنا واحدة من المشاكل اللي واجهت يعني لاعبينا في دوري الدرجة الأولى، الحارس يوسف حميد حارس مرمى نادي صليخ، مثل هذا الحارس الشاب اللي يعول عليه في المرحلة المقبلة انه يكون من الحراس الشباب الجيدين الواعدين اللي ممكن انه ياخذ طريقة في تمثيل المنتخبات الوطنية. هذا الحارس كان يلعب لفريق نادي السكك، تعرض لإصابة بعد انتقاله لنادي الصليخ. طبعا ساعد نادي صليخ في التأهل الى المرحلة الحاسمة المؤهلة الى الدور الممتاز، وهذه مرحلة لم يصلها النادي منذ يعني مواسم عديدة. احنا ما نريد انه نتكلم فقط عن إدارة نادي صليخ بقدر ما نريد نخلي المشكلة كلها امام الرأي العام وامام الجماهير الرياضية حتى تعرف انهم النادي شنو اللي عليه واللاعب شنو اللي عليه. طبعا الحارس الشاب يوسف حميد تعرض الى اصابة، الاصابة بعدتها عن الملاعب. طبعا مثل ما قال يعني الحارس يوسف حميد انه هو الاداره ما سالت عليه نهائيا، انا ما راح احكي عن تفاصيل هذا الموضوع لانه هو اكيد اليوم ويانا الحارس الشاب يوسف حميد. مرحبا بك كابتن. اهلا وسهلا بك استاذ حميد، مساء الخير عليك وعلى مشاهديك الكرام. مرحبا يا كابتن. اهلا وسهلا. شرفتنا اليوم. انت الشرف الله يخليك. كابتن الله يحفظك. كابتن حقيقه احنا سمعنا بموضوع مهم وهو يعني موضوع قضيتك ويا نادي الصليخ بعد ما قدمت وياهم يعني مواسم يعني حافله بالعطاء، وكنت انت يعني شلون تقول فرس الرهان في الفريق وساعدته في الوصول الى مرحله مهمه من منافسات دوري الدرجه الاولى. يعني اعتقد بمرحله معينه انت تعرضت لاصابه، خلي نسمع من عندك انت شنو هاي اصابتك وشلون تعرضت لها في فريق الصليخ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا استاذ حميد الاصابه يعني قدر هو مكتوب عليه اكيد. الاصابه اجتني بعد مباراتنا بالافتتاح دور التاهيلي الاول، بعد مباراه نادي الصحه كنت نجم انا بمباراه نادي الصحه، واشاد بي جمهور نادي صليخ واشادت بي حتى الاداره نفسها لنادي صليخ والكادر التدريبي. بعدها بالوحدات التدريبية كانت مباراة ودية مع شباب الشرطة، حدثت إلي الإصابة بالكاحل بالرجل الكاحل الأيسر، والتوت الالتواء بالكاحل وتمزقت الأربطة كلها. طيب يعني بعد هاي الإصابة خلينا نحكي يعني مرحلة مرحلة، شلون نعم. كان تعامل طبيب الفريق معك أنت، تعاطي الإدارة مثلا مع هذه الإصابة، شلون اهتموا بك، وين ودوك؟ والله استاذ حميد بصراحه يعني انا يعني اثناء الاصابه يعني الكادر التدريبي اشرف علي والمعالجين نقلني بس الكابتن وسام مدرب الحراس تحياتي له، نقلني للمستشفى، اخذوا لي اشعه ومن ثم جبسوا رجلي يعني، ومن بعدها يعني الاداره بس اجت اخذت الموقف اللي هو الحمد لله على السلامه، ومن بعدها انا ركلت بالسكن لحد هاي اللحظة لم أحد يأتي ويسألني ما هي مدى إصابتك أو مدى سلامتك. طيب كابتن يوسف نعم. يعني أنا سمعت أنه مثلا النادي وقف راتبك حتى. والله أستاذ حميد هو طبعا اللي أنا أعرف اللي أنه الكادر الإدارية لنادي صليخ يعني أنا كنت حارس الأساسي مالتهم، أنا لو كنت الحارس الثالث ماذا سيفعلون بي؟ أنا كنت الحارس الأساسي وسبب صعود نادي صليخ للدور التأهيلي، يمكن أنا كنت سبب مع زملاء اللاعبين يعني مو نعم. بس أنا الإدارة بصراحة
أنا بالسكن قاعد بمقر النادي، ما يعني إجوا وقالوا لي كابتن أنت إيش تحتاج، نوديك على طبيب أخصائي، نوديك على معالج معين حتى نعرف مدى إصابتك، إيش قد تتأخر، إيش قد ما تتأخر، إيش قد يعني حجم قوة الإصابة. ما حد يعني أتى من الإدارة وقال لي أنت إيش تحتاج وما تحتاج. طيب يعني ولا واحد من الإدارة مثلا حاول أنه يزورك، الكادر التدريبي، مدرب الفريق؟ والله بصراحة بس كابتن علي وهاب، تحياتي الكابتن علي وهاب والكابتن وسام والإداريين، دائما يعني قريبين من عندي ويخابروني يتصلون بي، واللاعبين يعني كذلك. الإدارة ما أتى من عندهم بس الأمين المالي أستاذ بلال، والباقيين ما حد أتى. طيب الأمين المالي هو أنت شغلته كم الأمين المالي؟ مو هيك شيء؟ هو بالمفروض هو يم الأمين المالي، يعني هو الأمين المالي يعني حتى أنا من يعني فترة اللي انصابيت بها وبديت يعني أن يعني أراجع الأطباء وهذه، المبلغ اللي أنا حطيته من جيبي الخاص، من طلبت من النادي إنه يصرفوا لي مبلغ حتى يعني أتعالج، ألا كتاب لازم يوقع هذا المشرف المباراة ويوقع الأمين السير وبعدين يصل الرئيس النادي حتى يوقعه، والمبلغ طبعا هو مبلغ بسيط يعني كلش، يعني ما يسوى واحد أنه يصل لهاي المرحلة كتاب وروحه وجاية وهذه، ولحد هاي اللحظة لم يصرف المبلغ. اللي إيش قد المبلغ كابتن يوسف؟ ما طلبت من عندهم إلا 100,000. 100,000 دينار؟ 100,000 دينار. يعني معقولة نادي بحجب نادي صليخ، نعم هو يلعب درجة أولى لكن هو يعني إلى تاريخ، وهي إدارية هم إذا يجمعوها من الـ العمال، عمال النادي بالضبط ممكن هو يجمعوا لك 100,000. بالضبط أستاذ حميد، هو يعني هو حتى لو مثلا لو فرضنا يعني أنه إصابتي مثلا تحرمني هذا الموسم كله أقعد، يعني بس على الأقل أنه كلمة يعني طيبة من عندهم، يعني حتى أقول أنهم وقفوا بجانبي. طيب أنت ما حاولت أنه تتصل بيهم وتقول لهم يابا أنا مصاب، أنت شو ما حد يجمع لكم حتى تشوفون إصابتي، ممكن أنه يأخذوك المستشفى آخر حتى تتعالج على الأقل؟ والله استاذ حميد انا تعرف السكن مالتي بمقر النادي نفسه نادي صليخ، دائما انا قريب من عندهم ويعرفون حالتي، ودائما يعني يشوفوني يعني امشي كنت مجبس وامشي على العكازه، فدائما يعني اكون قريب من عندهم، اقول لهم يا باني ترى حالتي انا ما اعرف، انتوا اهلي، انتوا هذا النادي انا صار نادي، دائما يعني احاول اتوصل لهم انه تودوني، لان تعرف انت استاذ حميد انا اهلي بعيدين عني، اهلي باربيل واني ببغداد، فدائما اقول لهم استاذ يعني انه تكونون قريبين علي، ودوني للدكاتره، ودوني للطبيب، لان انا ما عندي من يوديني، انتوا صرتوا اهلي ونادي وهذا، وانا تعورت عندكم المفروض انتوا تقومون بالواجب. لمن حكيت؟ لمن حكيت؟ والله حكيت لهواي، يعني حكيت لكل الاعضاء الاداريه، اي من اشوفه من الاعضاء الاداريه انا احكي وياه واقول له. طيب شلون استقبلت يعني خبر انه انت استغنوا عن خدماتك بالنادي وبعد ما يحتاجوك، يعني فوق الاصابه مالتك وتركوك بعد النوب استغنوا عن خدماتك؟ استاذ حميد هم يعني انا يعني كنت بالسكن دائما يجيني الاخبار انه راح يستبعدون لاعبين، صار زخم بالنادي او الرواتب بعد ما تكفي ما اعرف شنو، بس ما كنت اتوقع انه راح يستبعدوني لان انا يعني حارسهم وتعورت عندهم وهذه، جاء مجتمعين الهيئه الاداريه بالنادي مقررين انه مو بس انا استبعدوني استاذ حميد، طبعا انا ما احكيك عن نفسي، استبعدوا بعد اخر لاعب انه من اللاعبين المميزين وسبب صعود نادي صليخ واللاعب كياوي، هم انصاب عندهم بالركبه وهم استبعدوه حالي ايضا، يعني ما انطوا مستحقاته، هم ما انطوا لا مستحقاته ولا يعني. طيب كابتن يوسف انت موقع وياهم عقد لو بس مجرد راتب؟ انا بصراحه بس راتب لان ما عندهم امكانيه العقد. نعم راتبك فقط بدون عقد، الراتب ما انطوك اياه؟ بس الراتب انطوني مال الشهر الاخير انطوني اياه، وهذا الشهر اللي راح ما الي. ما حاولت انه توصل للاستاذ علاء قاطع اللي هو رئيس النادي؟ والله استاذ حميد طبعا يعني توصل لهم او ما توصل لهم نفس الشيء، انه يوعدك اي باكر بعد باكر تدلل وما اعرف شنو، بس بالمحصله ماكو شيء. كابتن احنا بدنا نحاول هسه انه نتصل باحد اعضاء الهيئه الاداريه، والله اني متفق ويا
الأخ أمين السر حتى يكون ويانا على الهواء حتى نناقش هذا الموضوع، لأنه هذا موضوع جدا مهم، لأنه يخص مستقبل يعني لاعبينا، مو بس مجرد يوسف حميد، لا بالعكس هذا موضوع يخص كل لاعبينا، لأنه اليوم يوسف حميد باكر غير لاعب، وراها غير لاعب، ممكن أنه تسيء العلاقة بين اللاعبين وبين إدارات الأندية. احنا لازم نخلي مثلا قانون بالضبط، هو صحيح. حتى إذا واحد مثلا يتجاوز على القانون، لكن هناك قانون إنساني يجب أنه واحد يتعامل به، اللي هو أنه اليوم أنت خدمت الفريق كذا موسم، لكن النادي مثلا تنكر لهذه الخدمات وما قدر أنه يقدم لك فتشي، رغم أنه إصابتك يعني مو ذيش الإصابة اللي الخطيرة اللي ممكن تبعدك عن الملاعب كذا موسم، هي ممكن أنه تتعالج معدها وتعود للملاعب في غضون يعني شهر أو شهرين على الأكثر يعني. مو هيك كابتن؟ بالضبط استاذ حميد. نعم. اكيد اكيد. اذا يعني حاليا انت شو تطلب من اداره نادي الصليخ؟ والله انا بس يعني اقول مع الاسف انه انا اجيتهم في وقت كانوا محتاجين كلش، ووقفت لهم وقفه مشرفه انه كنت حارس يشهد للجمهور الصليخ واهالي الصليخ انه مع الاسف يعني بس هاي اقولها. طبعا يعني أحبة المشاهدين، أنا سبق أن اتفقت ويا أمين السر الكابتن الدكتور نعمة محمود عطية اللي هو أمين سر نادي الصليخ حتى يكون ويانا على الهواء. نتمنى أنه هسه حاليا الشباب دي يحاولون أنه يتصلون به، نتمنى أنه يأمنون اتصال وياه حتى يكون الرأي والرأي الآخر، ما ناخذ بس وجهة نظر اللاعب، لأنه أيضا إدارة قد تكون محقة في توجهها. إحنا بنقدر نتهم أي إدارة نادي إلا بعد أنه نشوف يعني حقيقة الأمر، نستكشف الأمور اللي قد يكون اللاعب أصلاً هو ما يعرفها. فلهذا نتمنى أنه يكونون ويانا اليوم إدارة نادي الصليخ متمثلة بالدكتور نعمة محمود عطية اللي هو أمين السر، حتى نقدر أنه نكشف خفايا هذا الموضوع. كابتن يعني يوسف، المرحلة المقبلة شو مقرر تسوي يعني بعد ما تخلى عنك ناديك السابق نادي الصليخ؟ والله استاذ حميد بالنسبه لي الحمد لله وشكر مستواي معروف واشادوا بها هواي مدربين، وان شاء الله للقادم افضل، وعندي عروض ان شاء الله للانديه الممتازه. منين جتك عروض؟ والله ما يعني واحد ما يريد يسبق الحدث، بس ان شاء الله بالدوري الممتازه عروض من الانديه الثلاث انديه. طيب يعني انت من الانبار؟ من الانبار، من محافظه الانبار. ما حد فاتحك من أندية محافظة الأنبار إنه تلعب لها، خاصة في الفترة المقبلة إن شاء الله أكون فراج بالوضع الأمني بالنسبة للمحافظة؟ أكيد أكيد كابتن خالد فياض، تحياتي الكابتن خالد فياض، دائما متواصل وياي ودائما يعني ينصحني ووجهني، قال لي إذا رجع نادي الرمادي إن شاء الله تكون حارسنا أنت، ونادي الفهد كذلك، هم نادي الفهد مثلتهم أول ما تأسس نادي الفهد، هم فاتحوني إذا رجع الأمن والأمان بالمحافظة ترجع انديتنا وترجع الرياضة الأنبارية إن شاء الله نخدم الرياضة الأنبارية. طيب كابتن يعني في كلمة أخيرة شو تحب توجه لإدارة نادي الصليخ؟ أنا متفق ويا الكابتن دكتور نعمة محمود عطية اللي هو أمين سر نادي الصليخ حتى يكون ويانا على الهواء، ما أعرف إنه هو شاف البرنامج، يعني أنا حقيقة ما تكلمنا بتفاصيل الموضوع، لكن هو أعتقد غالق التليفون، الشباب دي يدقون عليه، صار لهم تقريبا ربع ساعة يدقون عليه، التليفون مغلق مع الأسف. يعني هكذا تتعامل بعض إدارات الأندية مع الإعلام. أنا متفق وياه قبل يومين على هذا الموضوع إنه يكون ويانا بالجو، لكن مع الأسف تليفونه هسه الشباب دي يدقون عليه التليفون مغلق. نتمنى انه يكون المانع خير، احنا ما نريد نتهم اي اداره بقدر ما انه نخلي الامور في نصابها الصحيح. لاعب اصيب في فريقكم واللاعب اصابته طفيفه قد تكون، لكن هو يعني رجل يعني ما عنده امكانيه ماديه، بعدين انتم حتى راتبه قطعتوه عنه وما حصل عليه، وحاليا انت غالق تليفونك ما تريد واحد يدق عليك بعد ما اتفقت ويانا على انه تكون انت ويانا بالجو. يعني اتمنى ادارات الانديه واداره نادي الصليخ انه تعيد النظر بحساباتها في علاقاتها مع لاعبيها ومع الاعلام. احنا هم زين نادي الصليخ لعد ما يلعب درجه ممتازه او نخبه، حتى اذا هكذا تعامل من اداره نادي الصليخ مع الاعلام
اعتقد مع اللاعبين يعني ادهى وامر. احنا ما نتمنى انه نوصل لهذه الحقيقه، وهي الحقيقه المره، انه تعامل الادارات، بعض ادارات الانديه مع اللاعبين يعني حقيقه تعامل غير جيد على الاطلاق. نتمنى انه الرساله توصل لاداره نادي الصليخ. اذا شكرا جزيلا للكابتن يوسف حميد، شكرا جزيلا، اتمنى انه هاي الرساله توصل ان شاء الله استاذ حميد، وايدك توجه يعني رساله قصيره لاداره نادي الصليخ. والله احنا يعني ما نريد نذمهم، انما نعاتبهم ونقول مع الاسف انه لاعب خدم النادي وافاد النادي ووصلكم الى مرحله باصابه بسيطه استغنيتوا عنه. بس هذا اللي اقول عنه، واشكر جمهور نادي صليخ واشكر اهالي صليخ اللي كانوا دائما يعني بجنبي ودائما يعني متفائلين بي، واشكر كل من ساندني، واشكر قناه سامره اللي استضافتها لهذا البرنامج. احنا نشكرك كابتن يوسف على هذه الفرصه، ونتمنى انه نقدم لك فد شيء، لانه احنا متفقين ويا اداره نادي الصليخ انه تكون ويانا بالجو حتى يصير راي والراي الاخر، نطلع بحصيله محترمه لهذا الموقف، انه لاعب مثلا اداره النادي تتنكر له بعد ان اصيب اصابه طفيفه وعزلت راتبه وعزلته هو من الفريق. لكن مع الاسف هكذا تتعامل بعض ادارات الانديه مع الاعلام، ونتمنى انه الرساله قد وصلت لاداره نادي الصليخ، لان انا متاكد هم دا يشوفون البرنامج، انا متاكد أكيد. لانه اني قبل البرنامج هو كان الهاتف مفتوح، هاتف امين السر، بعد ما وجهني رئيس النادي انه امين السر هو راح يكون وياي، واني تكلمت مع امين السر وقال بكل سرور، لكن بعد ما شاف البرنامج اكيد يعني ان شاء الله ما صرف له. صح. تحياتنا لك ونشكرك مرة أخرى كابتن. شكرا لك أستاذ حميد. شكرا. إذن أحبة المشاهدين سنذهب إلى فاصل ومن ثم نعود، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم أحبة المشاهدين. حقيقة من الأمور المهمة الأخرى التي يجب أن نتوقف عنها، وهي المنصب الجديد اللي احتل الكابتن القدير الكابتن عبد الأمير ناجي، وهو محلل فني لمنتخبنا الوطني. حقيقة يعني محلل فني هذا عنوان جديد يضاف للمستشار، هذا المنصب المستشار اللي أيضا استحدث الكابتن راضي شنيشل في أمم آسيا الماضية. في هذه المرحلة استحدث الكابتن صاحب الأخلاق العالية راضي شنيشل موقع جديد، وهو محلل فني لمباريات منتخبنا الوطني، يكون حالة حال المستشار. احنا اليوم ويانا الكابتن عبد الامير ناجي، نرحب به، اعتقد ويانا حاليا. مرحبا بك كابتن. اهلا وسهلا استاذ. شلونك كابتن؟ شلون صحتك؟ الله يحفظكم، مشتاقين، اشكركم طيبا على الاستضافه، وتحياتي لك ولا قناتكم الكريمه لكل احبائي واهلي واصدقائي من سامراء العزيزه. شرفتنا كابتن اليوم حقيقة، هذا العنوان الجديد يعني محلل فني، حقيقة أنا كلش سعيد أنه نشوف مثلا مرة مستشار فني لمنتخبنا الوطني، وهذه يعني حالة إيجابية جدا، وحاليا حضرتك أنت راح تكون محلل فني لمنتخبنا الوطني. يعني هل أنه أنت تفاجأت بمثل هذا المنصب مثلا أو الموقع؟ لا بدون اي مفاجاه، بالعكس، هو المنظومه يعني تغيرت كثيرا في الاونه الاخيره في كره القدم العالميه. نعم. اذا كان الحاله الاولى لدينا في العراق وهي تحسب للكابتن القدير راضي شنيشل، لكنها في نقص الوقت تعتبر متاخره نوعا ما قياسا بالعالم وبما وصلت اليه الدول المتقدمه في كره القدم، وكذلك دول الجوار ايضا سبقتنا في هذه الحاله. اليوم المحلل هو جزء لا يتجزأ من العملية التدريبية، الكادر الفني أو مثلا يعني من معلومات المباراة، وبالتالي أنت ستوفر جزء من الجهد والوقت من الضغط المسلط على المدرب، وبالتالي يعني الفني أنا أقصد، فكنت تتهيأ لقاعدة بيانات كاملة على ضوءها يبني استراتيجيته وعلميته وإمكان يعني خططه ومهاراته التدريبية. طيب كابتن، انت حقيقه بالفتره الاخيره يعني عرفت على نطاق واسع انه تحليلاتك الفنيه دائما ما تكون مصيبه في مكانها، يعني حقيقه يعني هناك من يخشى انه مثلا امكانيه تدريبيه كبيره ومحلل فني كبير على مستوى يعني المنطقه كعبد الامير ناجي راح يتقوقع في هذه
المكان مثلا محلل فني او يبقى يلعب في الكواليس، شلون يعني هاي راح تكون؟ لا اكيد يعني، ويعني انت بعد ما مارسنا التدريب لفتره اكثر من 15 سنه ودخولي الى هذا العالم هو اضافه يعني للتدريب، يعني اليوم المدرب ايضا يجب ان يمتلك التحليل والقدره، لكن احنا في السابق كنا نحلل على النظر او القياس او الورقه او القلم، وبالتالي يعني هذه اليوم اساليب وتقنيات، هناك ثوره في المعلومات فيجب ان يتطور عليه اللاعب. الشيء يعني المهم انه انا دخلت الدوره واني مدرب، ودخلت الدوره واني لاعب سابقا، وبالتالي يعني انا ايضا خريج تربيه رياضيه، فشوف المهمه اصبحت سهله امامي باعتبار انه اغلب المحللين اليوم في العالم هم لاعبين عاديين او مثلا انسان اكاديمي او دارس، ممكن المدرب يستخدمه من اجل جمع معلومات، لكن انت عندما تجمع هذه المعلومات بالاضافه الى خبرتك كمدرب وخبرتك كلاعب، هذه ستتوصل الى استنتاجات ادق واكثر يعني واقعيه وقريبه من فكر المدرب، وهنا سر النجاح في هذه العمليه، وهي هنا هذه اضافه جديده للكره العراقيه، يعني يعتبر هذه خلينا نقول عليها اشبه بالثوره او الاضافه علميه مقدمه لقادم الايام، باعتبار هذا العمل يجب ان تكون هناك منظومه او مركز وطني لدراسته والتعليم منه، وبالتالي نخرج وجبات من المحللين مع الانديه مع المنتخبات مع كل الفرق العراقيه، وبالتالي هذا الفكر سوف ينتشر وانعكاساته ايجابيه كثيرة لللاعب وللمدرب ولا حتى للجماهير، بحيث تفهم ما هي كرة القدم وكيف وصلت إلى هذا التطور الهائل في العالم، وهذه الطفرات السريعة في الكرة لم تأتي عن فراغ، إنما جاءت عن دراسة وحسابات علمية مدروسة، وهذا هو هذا الجزء المهم فيها من التحليل اللي هو أحد أسباب نجاح وتطور الكرة عالميا. طيب هل هذا معناه يعني أنه أنت سعيد بهذه المهمة أم أنه هذا المهمة راح تأخذك بعيدا عن التدريب؟ مجرد محلل فني، نعم المحلل الفني يعني أهميته لا تقل أهمية عن المدرب الأول. أكيد أنا سعيد أنا بالمنصب باعتبار يعني أول من عمل سوف يعمل فيه في على مستوى العراق مع المنتخب الوطني بداية، بالإضافة إلى عملك التدريبي لا زال أمامك الطريق مفتوح، وبالتالي أنت تختصر جزء كبير من المسافة، لأنه إحنا مارسنا التدريب لفترات طويلة، لكن تدريبنا الكلاسيكي أو التقليدي رغم مثلا اختلاف الخبرات والكفاءة بين مدرب آخر، لكن هذه الإضافة الجديدة نتمنى أن تأتي ثمارها، وأخيرا يعني أتمنى أنه يتحد الفكر بين المحلل والمدرب والمساعد ومدرب اللياقه، وبالخروج باداء وانجاز لاي فريق سواء منتخب او نادي مستوى عالي. كابتن يعني بصراحه شنو الفرق بين المستشار والمحلل الفني؟ خاصه في تجربه منتخباتنا الوطنيه، حشف المستشار الفني في بطوله امم اسيا الماضيه، وفي هذه البطوله ان شاء الله راح نشوفك انت في مع المنتخب الوطني، شنو الفرق بين المستشار وبين المحلل الفني؟ هناك اكو فرق يعني خلينا نقول عليه راح نجيب الجانب الفني. المستشار هو اسم مفعول من كلمه استشار، استشاره، وهو الانسان العليم الذي يؤخذ برايه، وبالتالي المستشار رجل اما يكون مدرب صاحب خبره ودراية فتره طويله، وبالتالي يعطي النصيحه والمشوره، يعني مجرد كلام او ملاحظات او مراقبه متابعه بسيطه. لكن المحلل مرافق للمدرب، مرافق للاعبين، متابع للتدريبات، متابع للمباريات، محلل للخصوم، محلل للاعبيك، للاخطاء، يعني عندك معلومات كامله، وبالتالي هذه تحولها داخل الحاسبه الى معلومات رقميه، وهذه المعلومات الرقميه تعطيك استنتاجات، تعطيك استنتاجات، يعني الارقام كلها لها دلالات، هذه الدلالات يعني كيف تتعامل معها في التدريب والمباراه، وكيف ستواجه خصمك وكيف ستواجه فريقك لاعبيك وتعالج أخطائهم وتقلل من نسب نجاح الهجمات للخصم عليك وتزيد من عدد هجماتك على دفاعات الخصم. هنا فروقات كبيرة المستشار والمحلل. نعم إذا كابتن احنا نشوف آراء الشارع الرياضي أو الصحافة الرياضية ايش قالت على منصب
المحلل الفني لمنتخبنا الوطني ومن ثم نعود. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة فكرة تواجد خبير كروي في المنتخب الوطني حقيقة هي فكرة جديدة على المنتخب العراقي، لكن هي فكرة موجودة بالفرق العالمية والمنتخبات العالمية بفترات سابقة وكانت مجدية جدا. فأكيد بالفترة الحالية والمنتخب أمامه بطولة مهمة واستحقاق مهم، وأمل الجماهير العراقية أنه يتأهل المنتخب الوطني لمونديال روسيا 2016، وبالتالي هذه فكرة جيدة جدا وراح تصب في مصلحة المنتخب الوطني بالمرحلة المقبلة. والكابتن عبد الأمير ناجي محلل على مستوى عالي، وبالتالي راح يكون خير عون للمدرب راضي شنيشل في التصفيات، وإن شاء الله الكل يتعاون والكل يتكاتف ويتعاضد في سبيل أن يكون المنتخب الوطني إن شاء الله متواجد في كأس العالم المقبلة. إذن حقيقة أحبة المشاهدين، إحنا استطلعنا آراء الناس، آراء المختصين الرياضيين، رجال الصحافة، رجال الإعلام، الرياضيين، عن يعني موقع المحلل الفني في منتخبنا الوطني خاصة في المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة. الكل أجمعوا أنه هذه خطوة جبارة وخطوة كبيرة جدا تصب في مصلحة منتخبنا الوطني في المرحلة المقبلة. حقيقة يعني هذه خطوة تحسب للسيد راضي شنيشل مدرب منتخبنا الوطني، لأنه لأول مرة في منتخباتنا الوطنية يتم تسمية محلل فني للمنتخب الوطني. أعتقد معانا أيضا انضم معانا الدكتور فراس عبد الحميد المحلل الفني. مرحبا بك كابتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونك كابتن؟ شلون صحتك؟ تحياتي لجناب أستاذ حميد، وشكرا جزيلا لإتاحة الفرصة للتحدث في هذا الموضوع المهم الحيوي. دعني أرحب بضيفك الكريم الكابتن عبد الأمير ناجي من نادي الزوراء، وهو طبعا من القامات التدريبية ومن الشخصيات الرياضية المرموقة، ودعني أرحب بجمهورك الكريم ومتابعي قناة سامراء الفضائية. شرفتنا كابتن، شرفتنا حقيقة. احنا اليوم خلينا نحكي عن يعني موضوع مهم، وهو موضوع المحلل الفني في منتخباتنا الوطنية. هناك من يقول انه هذا يعني خطوة كبيرة الى الامام، تصب اكيد في صالح منتخباتنا الوطنية. يعني ما تشوف انه هذه الخطوة ممكن انه تسبقها خطوات، وهي الاعتماد مثلا على طبيب نفسي للفريق، خاصة اذا انت اليوم عندك محلل فني بحاجة إذن إلى طبيب نفسي حتى تتكامل العملية أو الكادر الفني بشكل صحيح كما هو معمول في كل المنتخبات العالمية؟ الحقيقة موضوع المحلل الفني هو فكرة جيدة، ومثل ما تفضل الكابتن عبد الأمير باجي جاءت متأخرة. المفروض هذه الخطوة تتبع من زمان، لكن مع ذلك نحن مع هذه الفكرة. والحقيقة الاختيار الذي وقع على كابتن عبد الأمير ناجي يعني بدون مجاملة هو اختيار صائب جدا، كونه يتمتع بعلمية كبيرة ولديه إمكانيات عالية في مجال التحليل في كرة القدم، يعطي للمدرب مؤشرات ودلالات واضحة عن مستوى الفريق والفريق المنافس. ولذلك فإن عملية التحليل هي عملية معقدة، لا يعني هي لا تفهم أنها عملية بسيطة. مثل ما تفضل الكابتن عبد الأمير ناجي، هي عملية تخضع إلى القياسات والغوص في معاني كثيرة أمور كثيرة تخص الجوانب البدنية والمهارية والخططية والنفسية. هذه المهمة ليست بالسهلة، وأعتقد يعني تكون أكثر وفاعلية وأكثر جدوى عندما يكون الشخص الذي يكلف بمثل هذه المهمة يستند إلى خلفية علمية وتدريبية. أعتقد الكابتن راضي شنيشل، أتمنى له كل التوفيق، وللأخ عبد الأمير ناجي وللأخ رحيم حميد أتمنى لهم الموفقية في هذه المهمة. إن شاء الله سوف يكونون ناجحين في هذه المرحلة، خصوصا
ان استحقاق منتخبنا الوطني في هذه المرحله يعني المرحله الاخيره هذه مرحله لا تقبل الخطا وعليهم ان يجدوا ويعملوا بكل ما لديهم من طاقه لتحقيق الفوز وتحقيق الإنجاز والصعود إلى نهائيات كأس العالم إن شاء الله. نعم كابتن، الآن الكابتن عبد الأمير ناجي وياك، يعني إذا توجه له أي سؤال أو استفسار بما يخص التحليل الفني لأنه هذا اختصاصك في المرحلة المقبلة. نعم طبعا أكرر تحيتي لأخي وزميلي الكابتن عبد الأمير ناجي وأتمنى له الموفقية في هذه المهمة، وأعتقد من خلال متابعتي لمشوار منتخبنا الوطني في المرحلة الأولى أعتقد أني مثبت بعض النقاط اللي تخص مسيرة المنتخب وأحب أسمع رأيي بها. النقطة الأولى أعتقد أن منتخبنا الوطني يعاني من حالة عدم الاتزان النفسي والانفعالي، وهذا طبعا جاء بسببين. السبب الأول من وجهة نظر المتواضعة أنه توالي عدة مدربين في فترة قصيرة، ومثل ما يعرف الكابتن عبد الأمير وحضرتك وكل الجمهور والمتابعين والنقاد أنه لكل مدرب رؤية معينة واستراتيجية معينة بالعمل ووجهة نظر وجهات نظر تدريبية وأسلوب تدريبي يختلف عن الآخر، إضافة إلى أن منتخبنا الوطني في المرحلة الأولى وضع نفسه في بداية المشوار بوضع محرج، يعني هو لم يحقق نتائج بالبداية وبالتالي في نهاية المرحلة أصبح وضع محرج يعني حتى أن نتائج يعني صعودنا كانت متعلقة بنتائج بعض الفرق الأخرى، وهذا طبعا إحنا ما نتمنى يحصل في المرحلة الثانية، خصوصا أن مجموعتنا هي مجموعة حديدية وفرقها قوية جدا. أنا لا أريد أن يعني أفتت من عزم أخواني في الكادر التدريبي، ولكن علينا الارتضاء بالواقع، هذا هو الواقع. منتخب أستراليا منتخب كبير جدا ويلعب كرة حديثة، يمتاز بقوة جسمانية كبيرة، لياقة بدنية عالية، انتشار سريع، كرة حديثة وشاملة. إذن خلينا نسمع رأي الكابتن عبد الأمير ناجي بهذا الكلام. كابتن، يعني كان معنا المحلل الفني والأكاديمي دكتور فراس عبد الحميد، يعني عنده جملة من الأمور قالها في تحليل فني أكاديمي قبل شوي، شنو رأيك باللي قاله دكتور عبد الحميد؟ أكيد في البداية أشكر الدكتور على المشاعر الطيبة والكلمات الرقيقة، وأتمنى له الموفقية في عمله وأن يكون أكثر جد يعني بحثا وطلبا للمعلومة الجديدة كما نحن نبحث دائما عنها. أتمنى له يعني أنه يكون تواصل مستمر معه، لأن إحنا بحاجة إلى دعم أي شخص يملك إضافة جديدة، وبالتالي هذا المنتخب للعراق ليس فقط هو من يعمل كابتن عبد الأمير ناجي، وإنما كل محلل يستطيع أن يضيف لي شيئا فأنا موجود وأستقبل المعلومة وكأني تلميذ لديه. أعتقد ما طرحه الدكتور فراس هو كان دقيق جدا هذا، لكن اللي حصل اللي يتكلم عنه في بعد ما انتهاء المباريات، احنا حاليا في مرحلة ما قبل مو ليس بعد، لأن انت أهم شيء عندك في التدريب أو التعليم أو التحليل أو اللعب أن هناك مرحلة قبل وأثناء وبعد. هاي مرحلة القبل يعني ابتداء مرحلة المنافسات، يعني قبل 1/9 اللعبة الأولى مع أستراليا هو هذا المهم جدا. احنا أمامنا 15/6 راح تكون البداية، يعني أمامك 75 يوم لغاية 1/9، 75 يوم هناك مخطط عام ومخطط خاص، يعني إعداد عام وإعداد خاص كيف الدخول للمنافسة الحقيقية. راح تتخللها مباريات تجريبية، راح تتخللها التغييرات في اللاعبين، راح تتخللها معسكرات تدريبية. فالمرحلة السابقة أعتقد إحنا نبني عليها أساس نأخذ منها السلبي والإيجابي ندرسه، ندرس السلبي كيف نعالجه ونقضي عليه،
اللي تكلم عن المرحله السابقه كانت مليئه بال يعني شو نقول تقاطعات او المشاكل الفنيه اقصد، وهناك عندنا كانت واضحه المشاكل النفسيه، يعني اقصد المهارات النفسيه اللي انبنى عليها اللاعبين كان بناهم غير سليم 100%، بالاخص اللي المشاكل والاحداث التي كانت ترافق كل مباراه قبلها وبعدها، وهذا انعكست سلبا على ادائها وادت الى انعكاسات حقيقيه لهذه نتائجها في داخل المباراه اثناء المباراه، ادى اللاعبين الى فقدان الثبات الانفعالي والسلوك العدواني اصبح عندهم الادراك والوعي، هذه كلها بالمهارات النفسيه كان عندهم، وصلوا الى مرحله ضعيفه جدا بحيث كانت تاثر على مستوى اللاعب فنيا فردي والجماعي، الاداء الكره قدم لعبه فكريه جماعيه يعني بالاضافه للمهاره الفرديه، فبالتالي يعني انعكست على اداء اللاعبين، التمرير ضعيف كان عندنا، اللعب الطويل كان كثير، التمرير الخطا كان كثير، هدر بالوقت سلبي كان عندنا كثير جدا، هذه كلها يجب ان تعالج. كيف تعالج؟ تحتاج الى بناء من يعني الاسفل للاعلى، من اسفل للاعلى، يعني من اللاعب تبدي فرديا جماعيا، نعم نحن امام مجموعه صعبه، مجموعه حديديه امام فرق تمتاز علينا بكثير من الامور، بالفروقات الفرديه بنوعيه لاعبيها في اوروبا، في نوعيه دوريها ودور المنافسه لديهم قوي وشديد، البنيه التحتيه وملاعبها، الظروف الخاصه باللاعبين يعني ظروف البلد يعني يعني اقصد الاجواء المناخيه لتهيئ للاعب اعداد وتحضير اللاعبين، هذه كثيره من الفروقات. احنا كل املنا في هذه الفتره الاعداد ال 75 يوم نحاول نرتفع باعلى مستوى من اللاعبين، جاهزيه الى فني مهاري بدني والنفسي يكون مرافق لكل هذه الحالات، واحنا كنا يعني اليوم امل بالكادر التدريب الجديد وبنوعيه اللاعبين الموجوده، سيكون هناك محددات للانتقاء دقيقه ان شاء الله، واملنا كبير ايضا في رفع اسم العراق وتقديم إن شاء الله مستوى جيد واداء يليق بسمعه الكره العراقيه ان شاء الله. احنا كليتنا مع كادرنا الفني مع كادرنا الاداري والتدريبي لمنتخبنا الوطني بغيه تحقيق الانجاز في المرحله المقبله والصعود الى نهائيات كاس العالم، هذا الحلم اللي طال انتظاره حقيقه كابتن. يعني احنا نعرف انه مثلا الكابتن راضي شنيشل يعني مشغول بتدريب نادي الشرطه حاليا واغلب اللاعبين هم مع انديتهم، لكن حضرتك انا اعرف انه عندك مكتبه صغيره دائما ما تقعد بيها تحلل، حاسباتك موجوده، بديت تشتغل للمنتخب الوطني لو بعد؟ اكيد يعني احنا يعني كبدايه نشكل خلينا نقول غرفه عمليات ان صح التعبير، يعني راح نكون عندنا بروفايل لكل فريق خاص به، وراح نجمع قدر الامكان مبارياته الاخيره اللي لعبها في التصفيات المؤهله، يعني الاخر في فيدي اخر يومين اخر لعبتين اقصد، بالاضافه ننتظر مبارياته الاستعداديه، وبالاضافه الى عندنا عيون نحاول نزرع زرع عيون من المراقبه في من داخل تلك الدول، يعني سواء اللاعبين داخل الدوري او المنتخبات، وبالتالي الى ان نصل الى اقترابنا تكون مجموعاتنا فرق مجموعتنا قدر الامكان انه نوصل لهم لاخر مبارياتهم، اخر خمس مباريات، اخر ثلاث مباريات، يعني نوصل للتشكيله النهائيه يعني اخر المستجدات اللي تدخل على الفريق ولتشكيله اللاعبين وعلى طرق لعبهم ونظام اللعب وفلسفتهم واسلوبهم، اضافه الى المتغيرات الاخرى المتحركه يعني ليس الثابته اللي تحدث لي في كل فريق، يعني بنوعيه لاعب معين في موهبه معينه، فاعتقد يعني بدينا من الان يعني بتهيئه الاجواء لهذه، يعني بحيث نحضر افلام المباريات والمعلومات الرقميه والاخبار الخاصه عن كل فريق وكل لاعب. احسنت. اذا بالعوده مره اخرى للدكتور فراس عبد الحميد المحلل الفني والاكاديمي. كابتن يعني كابتن فراس، يعني يبدو انه المرحله المقبله يجب ان تتضافر فيها كل الجهود، يعني حضرتك ايضا رجل اكاديمي ولديك يعني فرصة أنه تقول رأيك للكادر التدريبي، خاصة فيما يخص يعني أداء الحركي والفايسلوجي للاعبينا في المرحلة المقبلة، حتى ممكن أنه المحلل الفني يأخذ ببعض هذه الأفكار وخدمة للمنتخب الوطني ولاعبينا. نعم كابتن.
الحقيقة كابتن حميد، دعني أنوه على نقطتين مهمتين تطرق إليها كابتن عبد الأمير ناجي. النقطة الأولى هي المباريات التجريبية، والنقطة الثانية هي الانتقاء. المباريات التجريبية من وجهة نظري المتواضعة هي مهمة جدا للمنتخب الوطني في هذه المرحلة، والسبب هو تباين أساليب وطرق لعب الفرق التي موجودة في مجموعتنا. يعني على سبيل المثال منتخب أستراليا هو منتخب يميل بلعبه إلى اللعب الأوروبي، مدرسة الأوروبية الإنجليزية تقريبا هو يمتاز، مثل ما تفضل يعني مثل ما قلت لك هو يمتاز بقوة جسمانية عالية، لياقة بدنية عالية، انتشار سريع، كرة حديثة، يلعب كرة حديثة. منتخب اليابان، منتخب اليابان ومنتخب تايلاند تقريبا أسلوب اللعب متشابه، يمتازون بالانتشار السريع والاعتماد على اللعب السريع والكرات الطويلة، وأيضا يمتازون أيضا بلعب المثلثات، اللعب القصير والباصات القصيرة. تجي على منتخب السعودية ومنتخب الإمارات، طريقة لعبة تقريبا تتشابه، يعني نوعا ما هم يعتبرون من الفرق الإقليمية، تتشابه مع لعب منتخبنا. أعتقد هم مكشوفين من حيث اللعب إلى منتخبنا، إلى الكادر الفني. الثالث، المباريات التجريبية يجب أن تكون على مستوى عالي، وهنالك بعض الأمور أعتقد يعني من وجهة نظر المتواضعة أخذ بنظر الاعتبار من قبل الكادر الفني. يجب أن تكون المباريات يعني أصح مباريات نبدأ مع الفرق الضعيفة. يعني نختار فرق ضعيفة بمستوى منتخبنا، وهذا طبعا راح يحقق أهداف. من ضمن الأهداف اللي راح يحققها أولا إشراك بعض اللاعبين اللي هم ممكن ما يلعبون بالتشكيل الرئيسي لزيادة ثقتهم بأنفسهم وإعطائهم فرصة، يعني حتى نسجلوا بهاي المباريات نعرف إمكانياتهم، نعرف قدراتهم البدنية والمهارية، ممكن هاي المباريات التجريبية تكون فرصة لهم، إضافة إلى زيادة الدعم المعنوي والنفسي للفريق ليحقق فوز على فريق ضعيف. أكيد راح تزداد الحالة المعنوية، نعم، تزداد ثقة بنفسك. نعم نعم كابتن. إذن الدكتور فراس عبد الحميد، شكرا جزيلا لك وانضمامك معنا، وعذرا لضيق الوقت حقيقة أحبة المشاهدين، سنذهب إلى فاصل ومن ثم نعود، لا تذهبوا بعيدا. حياكم الله وأهلا بكم أحبة المشاهدين من جديد. حقيقة محورنا الأخير في حلقة هذا اليوم وهو موضوع التحكيم في الدوري العراقي، دور النخبة العراقي. هذا الموضوع بدأ يؤرق الكثيرين، يؤرق المتابعين، الجمهور، الإعلام الرياضي، لأنه هناك حدثت أخطاء كثيرة. أكيد هذه الأخطاء غير مقصودة، لكنها قد تؤثر على النتائج النهائية للمباريات. الزميل العزيز فهد السلمان عدلنا تقرير عن أبرز الأخطاء التحكيمية ومدى تأثيرها على نتائج المباريات. خلينا نشوفها سوية ومن ثم نعود. إذن شكرا للزميل العزيز فهد السلمان. حقيقة موضوع التحكيم، نرجع لضيفنا العزيز الكابتن القدير عبد الأمير ناجي. حقيقة موضوع التحكيم في الدوري العراقي، حقيقة هذا موضوع بدأ يأرق الكثيرين، خاصة مع الأخطاء التحكيمية المتكررة اللي صارت بالمباريات الماضية. أنا نسيت أنه أبارك لك اليوم فوز نادي الزوراء على نادي القوة الجوية كابتن. أنا أشكرك على الفوز وأحارد لك للجوية، لكن أنا اليوم أنا أمثل منتخب يعني في الزوراء والجوية، عندي أخوان ولا يوجد فرق بينهم، الفريقين فائز اليوم. طيب خلينا نحكي شوية عن التحكيم، التحكيم في الدوري العراقي اليوم. شفنا مثلا يعني لوحة فنية جميلة جدا في ملعب الشعاب من ناحية التنظيم، الحضور الجماهيري، حتى مسألة أداء الحكم الدولي القدير يعني مهند كان بمستوى الحدث، لكن هناك بعض الأخطاء التحكيمية في بعض المباريات أثرت بشكل سلبي على النتيجة النهائية للمباريات. كيف ترى أنت هذا الموضوع وتأثيره على ملف رفع الحظر
عن الملاعب العراقية، لأنه دائما الأخطاء التحكيمية تلقي بظلالها على الجمهور، دائما الجمهور ما يتقبل أنه الحكم مثلا يخطئ بحق فريقه. نعم كابتن. يعني احنا اليوم سعداء جدا، شاهدنا صور جميلة معبرة. شكرا لكل من ساهم في نجاح المباراة اليوم، يعني من المسؤولين في وزارة الشباب أو في الاتحاد العراقي لكرة القدم أو في لجنة الحكام أو في الجماهير الروابط. أعتقد إحنا هكذا صور، يعني هي ستساعدنا في رفع الحظر وعكس صورة جميلة عن جمهور العراقي وتاريخ الجمهور في التشجيع للعالم، يعكس صورة. أما ردا على سؤالك يعني عن تغيير نتائج مباراة أخطاء، كرة القدم هي من الأساس منذ أن بدأت نشأت لعبة أخطاء، والأخطاء جزء لا يتجزأ من فكر وفلسفة الكرة، سواء للمدرب أو للحكم أو للاعب. هذه حالة يعني واحدة من المعلومات اللي اليوم تخفى على الجميع. في كأس العالم 2010 عندما ألغي أحد هدف لإنجلترا، الكرة دخلت بالأرض داخل المرمى، دخلت تكنولوجيا خبط المرمى الكل يعرفها بعد 2010. أحد الأعضاء اللجنة الفنية بالفيفا اعترض، قال أنا ضد التكنولوجيا في هذا المرمى. قال ليش؟ قال لي أن هذه الأخطاء هي من خلدت هدف ألمانيا بال 66، هدف إنجلترا إنجلترا وألمانيا، يعني اللعبة الهدف الأسطورة لحد الآن يبحثون عن حقائق. الأرجنتين وإنجلترا كابتن، أقصد يعني الأخطاء جزء لا يسد. الأرجنتين وإنجلترا بال 86 هدف الداهية مارادونا. لا ألمانيا وإنجلترا اللعبة يعني مو أيضا كانوا هناك، تقصدها بال 2010. نعم. أقصد لك يعني هو قال هذا الخطأ خلى ركلة لمسة خالدة من ال 66 عام. احنا ما نريد نقضي على يعني نشجع الاخطاء، لا نتمنى تقل الاخطاء، لانه جزء من جمال ومتعه كره القدم انه تسود العداله والمساواه بين الجميع. لكن يا اخي الحكم انسان واللاعب انسان والمدرب والجمهور عاطفي ومشاعر. احنا انا لا ادافع عن الحكام هنا او ادافع عن الاتحاد، لكن يجب ان نكون منصفين. يعني احنا اليوم اذا لاحظت الحاله يطلع الفريق الفائز والخاسر يتكلمون عن الحكم، الفرق يعني من هو العدل من رد. أقصد يعني يجب أن تكون عندنا ثقافة أن تتقبل الخطأ. ودنشاهد اليوم فرق العالمية نتائج كثيرة اليوم كبيرة. أمس مان سيتي سجل هدف تسلل بعيد أغويرو، ولا أحد اعترض ولا أحد تكلم. أرجنتين خسرت كأس النهائي كأس العالم ضربة جزاء، ومارادونا ظل يبكي بعد النهائي لحد المنصة وما حد اعترض. احنا ثقافة ما نملك، يعني هذه الاعتراضات وهذا الشد والضغط هو اللي يولد هذه الحالات عندنا. هذه جزء لا يتجزأ قلت لك من كرة القدم. لكن احنا هذه الحالات تصير عندنا، انه يوم كل اللاعبين على اي صافرة الكل تعترض، يعني حتى يعني لا صح التعبير، يعني سبحان الله، يعني داقل ذاكهم بالقرآن ومرت عليه الآية من سورة ياسين رقم 8، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نعم. يعني إذا تطي انذار ما تطي انذار وما راض عليك بكل الأحوال، كأن هاي الآية مصداق على لاعبين، يعني جت بالي حاليا. إذا كابتن أنا ما أريد أخرج عن الموضوع. نعم. يعني أوصل بالفكرة. أتمنى ترتفع الثقافة والجانب المعرفي للاعبينه، ترتفع جانب المعرفي للجماهير، بالتالي حكامنا على مستوى جيد من اللي يطلعون خارج العراق، حكامنا يعكسون صورة. يعني إذا تبعد كل عواطفك ومشاعرك وتجي تحلل الحكام مالتنا وتراقبهم بدقة، شاهد المباراة بدون صوت واعتبر نفسك أنت مو جمهور، اعتبر نفسك محايد، ستجد حكامنا في كثير من الأحيان. لكن إحنا نقدر شيء واحد، أنه الوضع والظروف اللي يمر بها الجماهير والوضع انعكاسات الضغط الداخلي عليهم، فهذا يجي يخرجه بالملعب. وهذا الهامش اللي إجانا من الحرية والديمقراطية المفرطة أحيانا، يعني بدينا نتجاوز على حتى الثوابت والقناعات والأخلاقيات اللي معروفين بها إحنا وبتاريخنا وبأخلاقنا وكرمنا يعني كشعب عراقي. ما أنا قد خرجت شوي عن سؤالك، لكن أتمنى تكون الجميع يتعاون ويساعدون الحكام
كما احنا نطلب من لاعبين ان يؤدون نتائج اداء ومستوى من اجل ان نحقق نتائج، كما نطالب مدربين بتحقيق نتائج، ارجو ان الجميع تتكاتف من اجل مساعده نعم. الحكام إن شاء في الله. المباريات بصوره اجمل. احنا كليتنا نريد نخدم الرياضه العراقيه كره القدم بوجه الخصوص، لانها الرياضه الشعبيه الاولى بالعراق، فاكيد نريد نخدم منتخبنا الوطني كونه مقبل على مشاركه مهمه وهي تصفيات كاس العالم. حقيقه كابتن، يعني باعتبارك احنا حتى ما نطلع شوية عن الموضوع الرئيسي اللي انت جيت بيه اليوم ضيف عزيز علينا، يعني المرحلة المقبلة انت اعز ان شاء الله باعتبارك محلل فني لمنتخبنا الوطني وبالتالي من ضمن الكادر الفني للمنتخب، كيف ترى مهمة المنتخب الوطني؟ هل هناك مثلا بارقة امل لان الجمهور العراقي يفرح هذه المرة بصعود المنتخب العراقي لنهائيات كأس العالم في روسيا؟ يعني احنا الامل موجود والطموح حق مشروع، لكن هذا ليس بالكلام، انما يحتاج الى عمل، الى جهد، الى مثابره، الى حرص. المرحله القادمه تحتاج تظافر الجميع، تحتاج الى دعم الجميع، الى التفكير بواقعيه وبموضوعيه، يعني من اين نحن واين وصل الاخرون. نبدا باللاعب والمدرب والكوادر المساعدة، الظروف يعني المهيئة، مستلزمات نجاح الفريق، وننظر للجهة المقابلة أيضا، لاعبهم، مدربهم، ظروف المساعدة. يضاف إلى ذلك أنت يجب أن تأخذ في حساباتك التاريخ والخبرة للاعبين ونوعية اللاعبين والعملية بصورة عامة، يعني عملية التحضير والاستعداد. إحنا لدينا ثقة كاملة بأنفسنا وباللاعبين. أعتقد يعني المرحلة القادمة ستحدد سؤالك بدقة، تكون أكثر دقيقة، لكن الأمل والطموح حق مشروع، وإحنا يعني لازلنا نملك مجموعة من اللاعبين قادرين على المنافسة فيهم والوصول إلى مستويات قياسا بالفرق الموجودة بالمجموعة. يعني إحنا إذا نظرنا للمجموعة قد نرى اليابان والأستراليين على مستوى، والفرق الأربعة الأخرى في مستوى متقارب، لكن هذا ما يمنع أن حقك مشروع أن تكون في مبارياتك في الهوم والأوي تختلف، مع خصوصا في مباريات اليابان وأستراليا. هنا تأتي قدرة وحكمة الكوادر التدريبية في التعامل، وحكمة واستراتيجية الاتحاد في التخطيط والأساس والبناء لهذه المرحلة المهمة والحساسة جدا. إن شاء الله أملنا كبير وثقتنا عالية والحمد لله، يعني إن شاء الله نكون على ثقة. نتمنى لكم التوفيق كابتن، احنا نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى أن نشوف منتخبنا الوطني بهذا الكادر الفني العراقي الجديد أنه يحقق طموحات الشارع الرياضي، يحقق طموحات الجماهير الرياضية العريضة اللي هي توقف خلف المنتخب الوطني في السراء والضراء، وأن يحقق المنتخب ما تصبو إلى هذه الجماهير وهو الصعود ولا غير الصعود إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018. شكرا جزيلا لك مرة أخرى كابتن عبد الأمير ناجي المحلل الفني لمنتخبنا الوطني في المرحلة المقبلة، شكرا جزيلا، شرفتنا حقيقة وكنا سعداء بحضورك لهذه الحلقة. أشكركم وأنا سعيد، وتحياتي إلى نادي سامرة وإلى كل أهلنا بسامرة وأخواني وأصدقائي وفريق السابق اللي سبق وان دربت نادي سامرة. اتمنى ان موفق تحت قياده الكابتن القدير ايوب واخواني اعضاء الهيئه الاداريه. شكرا جزيلا، شكرا كابتن. اذا احبتي المشاهدين، رصدنا انتهى لهذا اليوم، نتمنى ان نكون قد وفقنا في تقديم هذه الحلقه، انتظرونا الاسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.